احمد، عليكم. اهلا بيك، اتفضلي. عايزه اسمع راي منيب فضيله الشيخ. انا متجوزه بقالي 28 سنه ايوه. وبشتغل في مركز مرموق، واقفه مع جوزي في كل حاجه، وهو طلع خصخصه وانا شايله البيت، وعندي بنت مخطوبه وابن خاطب. جيت ايوه بدري من شغلي لقيته جايب واحده في اوضه النوم، يا اختي. فمش عارفه اتعامل معاه. انا مداريه عشان بنتي لو اهل خطيبها عرفوا، وابني نفس الحكايه. انا في نار جوايا مش عارفه اتعامل معاه ازاي. هو عنده كام سنة؟ 28 سنة جواز؟ هو عنده 57 سنه وبيعامله بما يرضي الله، وانا اللي شايله البيت، وهو طالع خصاصه وقاعد في البيت، وانا اللي شايله البيت، معاشه صغير وانا اللي شايله البيت. جيت بدري من شغلي لقيته جايب واحده معاها في اوضه النوم، مش عارفه اتكلم. بنتي لو اهل خطيبها عرفوا هتتفركش الخطوبه، محدش يعرف، وابني نفس الحكايه. فانا مش عارفه اتكلم وهموت من جوايا، دخلت العنايه المركزه مش عارفه اتكلم مع حد. اعمل ايه معاه ده؟ وهو التصرف عمل معاه ايه؟ ازاي؟ هو عمل ايه لما حضرتك دخلتي عليه؟ يعني ندم وقال لك معلش وكده ولا ايه؟ هو طبعا كان قافل بالترباس الباب، قافل بالترباس، وعلى بال ما افتح لي طبعا كان ما فيش حاجه. بقول له في انت غبت عمال ما فتحته قافل بالترباس ليه؟ قال لي لا انا كنت بتكلم في التليفون بس ما فيش حاجه. فبيقول لي انا اتكلمت في اوضه، عندي اوضه العيال. فقال لي كنت في الاوضه جوه، دخل الاوضه اللي جوه طالعه لقيت واحده طالعه من اوضه النوم. تليفون فانا مش كبير عارفه اتصرف، شوية. انا خلاص من جوايا نار، ضغط وسكر عالي، ودخلت عينيا مركزه ومش قادره اتكلم عشان عيالي، اهل خطيب بنتي واهل خطيب ابني. هتحسن. ماشي. طيب ام احمد، هسألك سؤال ممكن؟ ايوه اتفضلي. حضرتك مقصرة معايا يعني؟ لا لا خالص. طيب ماشي، شكرا يا ام احمد. هي تعمل ايه بقى؟ يعني بداية بلاش الستر، طبعا مطلوب في مثل هذه المواقف، ثم تاخد قرار. الستر؟ الستر تاخد قرار. الستر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وإذا كان قال مسلما من باب أولى الزوج صحيح، والأهل والقريبين. الله، يعني الزوجة اللي تدخل على جوزها وتلاقيه في وضع مخل، ما تصوتش وتلم على الناس وكده. طب هتعمل ايه بعد ما تصوت تلب على الناس؟ هي الست عاقله، هي ماشي وقالت لك ماشي عشان بنتي، ماشي بس يعني. ما هو دخلت العنايه المركزه على طول، الضغط ضرب في ما ده دماغها ابتلاء، والسكر ما اعرفش ده بيعلى ابتلاء. تاخد وايه. قرار بقى، تاخد قرار، يا تاخد تكمل يا تتطلق. هاي تاخد قرار، اما تسامحه، هو دلوقتي اخطا واخطا خطا شنيع، اما ان هي تسامحه وتكمل الحياه الزوجيه، عفى الله عنها وغفر لها وربنا ان شاء الله هيبارك لها، واما تاخد قرار. لكن هي اللي تصوت وتلم عليه الناس وتقول وتشاهد عليه الناس وتفضحه في المكان وتجرسه، أخدت إيه؟ ما هي خسرت برضه. خسرت ولادها، خسروا بيتها، خسروا. في مثل هذه الأمور الستر مطلوب. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وهي ليها ثواب بقى ولا ليها ثواب الستر عليه ده؟ يعني هي طبعا في ابتلاء كبير، إنما هل هي مثلا رب يعني نصبرها بإنه انت ستره سترك الله في ده، الدنيا والآخرة. وانت سترتيه، فانت ليكي بقى ثواب الستر ستره ده. الله في الدنيا والآخرة. من ستر مؤمن او مؤمنا مسلم ستره الله الله في في الدنيا الدنيا والآخرة. والآخرة، يعني ربنا يعني تفضل هيسترها في الدنيا مستورة طول عمرها. سواء في الرزق او في المستوى الشخصي او على اي مستوى، وفي الآخرة وفي ستر افضل من ستر الله سبحانه وتعالى صحيح. في الآخرة. يعني صورة من صور ستر الله في الآخرة، حلوة قوي، ان المسلم احيانا بيعمل معاصي ما بينه وبين ربنا ومحدش يشوف الا هو. ايوه، وبعدين ربنا يقدر ان هو ستر الناس فما يفضحوش قدامهم. وبعدين ربنا بيقدر ان هيدخله الجنه ان شاء الله. وخد كتابه بيمينه والحسنات اكثر من السيئات. وبعدين فربنا يعاتبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدني الله تعالى المؤمن منه يوم القيامه. وبعدين يقول له اي فل، يعني يا فلان أتذكر ذنب كذا؟ أنت فاكر لما عملت كذا وكذا وكذا ومحدش شافك إلا أنا؟ فينكس العبد رأسه ويقول يا ربي لقد سترتني في الدنيا. فيقول الله تعالى سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أسترها عليك في الآخرة. ده صورة من صور ستر الله. أما بقى التاني، لا، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. فبالتالي فيه نسأل الله تبارك وتعالى الستر في أمين الدنيا يا رب. والآخرة. ملك